خير متابعي طقس العربية الأردن، أقدم لكم هذه النشرة الجوية التي نبدأ بالتوقعات الجوية للعاصمة عمان خلال نهار اليوم، حيث يسود الطقس صافي مع 27 درجة مئوية، الرطوبة 68% والرياح تكون شمالية غربية معتدلة السرعة. بالنسبة لتفاصيل الحالة الجوية المتوقعة لباقي مناطق المملكة نبدأها شمالاً، إربد طقس صافي 28 إلى 17، عجلون 26 إلى 16، جرش 27 إلى 16، والمفرق 29 إلى 18. المنطقة الوسطى الزرقاء 29 إلى 18، البلقاء 28 إلى 20، مأدبة 28 إلى 18، العاصمة عمان طقس صافي 27 إلى 19، البحر الميت 33 إلى 24. المنطقة الجنوبية الكرك طقس صافي 25 إلى 16، الطفيلة 25 إلى 19، معان 30 إلى 17، الشوبك 24 إلى 18، والعقبة 34 إلى 25. المنطقة الشرقية رويشد 34 إلى 19، الصفاوي ريح نشطة مع تربة مثارة 34 إلى 18، والأزرق 34 إلى 19. تابعونا في النشرات القادمة وإلى اللقاء.